حياكم الله مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مجددا في استوديو اليرموك وننتقل الى ملفات جديده. هذه المره سنذهب الى فلسطين الداخل، وليس في قضيه سياسيه ولا موضوع الضم ولا انما موضوع صحي، موضوع الكورونا. لكن مدينه الخليل بالذات انتشار كبير للكورونا فيها، معظم الحالات في فلسطين اصبحت في مدينه الخليل. اليوم 34 حاله، اكثر من حوالي 1500 حاله، هاي في الموجه الثانيه للكورونا في الخليل. يمكن الاسبوع الماضي حكينا عن الموضوع، ايضا الامور يعني تستمر في التصاعد بالنسبه للحالات هناك. حابين يعني هيك نعرف شو اللي بيصير في الخليل اكثر في موضوع الكورونا. واسمحوا لنا نرحب بمراسلنا هناك زميلنا محمد الاطرش. زميل محمد، مساء الخير. مساء الخير لك يا نال، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. تحياتي لك محمد. يعني تعودنا نحكي سياسة، نحكي عن الاحتلال، نحكي عن أي تصعيد، عن الحرم الإبراهيمي، لكن هذه مرة نتحدث عن الكورونا في الخليل. باختصار محمد، ما الذي يجري في الخليل؟ مع كل أسف دعني أقول يا نال، يمهون السياسة على ما نمر به اليوم. بصراحة نحن نعيش ظروف استثنائية مختلفة لم نتوقعها ولم نعتد عليها ونجربها للمرة الأولى. حينما كنا على موعد مع الموجة الأولى في الثلاثة أشهر التي مر بها العالم بأسره، اعتقدنا للوهلة الأولى أن العداد سيقف عند 650 إصابة. ما أن بدأت الموجة الأخيرة منذ 8 أيام حتى يومنا هذا، حتى وصل العدد من 650 إلى 2112 إصابة، بينهم حتى اللحظة 1484 إصابة نشطة حتى هذه اللحظة. توفي 7 مواطنين على إثر ذلك. حالات التعافي وصلت ما بين 2112 621. طبعا نحن نتحدث عن توزيع الإصابات النشطة في محافظات مختلفة، أبرزها محافظة الخليل، 1173 إصابة في محافظة الخليل لوحدها، إضافة إلى محافظة القدس التي وصل عدد الحالات النشطة فيها إلى 100 إصابة تقريبا، وبيت لحم 93، ورام الله 20، وغزة 14، وطول كرم 5 إلى ذلك. بس التوزيع أبدا غير عادل، يعني لصالح الخليل 1100 الخليل والباقي بكملوا 500. يعني يا أخي نحن كخلايلة مستعدون دائما أن نحمل كل عبء طبعا القضايا المختلفة عن الوطن بأسره، لكن قد يكون لذلك عدة عوامل، أبرزها أن الخليل سكانيا تشكل ثلث الضفة الغربية حسب التعداد السكاني الأخير، 820 ألف نسمة عدد سكان محافظة الخليل. وهذا الأمر لربما ساهم بدرجة أو بأخرى بزيادة عدد الحالات الموجودة فيها. اليوم ينال يعني سجل في التحديث الصباحي 59 إصابة في فلسطين بالمجمل، 34 في محافظة الخليل. لكن الكارثة كانت يوم أمس حينما سجل في يوم واحد وفي أقل من 24 ساعة 260 إصابة، قرابة 200 منهم في محافظة الخليل. دعني أبسط لك المسألة. نعم. حينما بدأ هذا الفيروس منذ 8 أيام كنا نعد، اللي هي أنت بتحكي عن الموجة الثانية، الموجة الثانية بكل تأكيد، بدأنا نعد حالة حالتين 10 20 30 40 حتى بدأنا نعد بالمئات. وزيرة الصحة هذا اليوم قال إن العدد يتضاعف كل 4 أيام وهذا المؤشر الأخطر، وأضافت أيضا أن هناك مؤشر خاص بمحافظة الخليل تحديدا يجب أن يكون أقل من 1، قالت إن الخليل وصلت إلى 3.5. بمعنى آخر فلسطين اليوم تتقدم دول العالم من حيث الازدياد العالي نسبة وتناسب من حيث عدد سكانها وتفاصيل ذلك. طبعا بالموجة الثانية، ويمكن القول بأن فلسطين تتقدم طبعا أعداد المصابين وازدياد أعداد المصابين نتيجة عدة أسباب، يعني قد تكون وزارة الصحة هي من قدمتها، لا ندري مدى دقة هذه الأسباب. تقول الوزارة إن غياب التباعد الاجتماعي في محافظة الخليل على وجه الخصوص التي تشتهر بالمناسبات الكبرى، الأعراس الكبرى، طبعا بيوت العزلاء كذلك الأمر، المساجد الكبرى، كل ذلك ساهم بدرجة أو بأخرى طبعا في زيادة أعداد
المصابين بهذا الفيروس. هل الاحتلال دور محمد بصراحة يعني؟ هل في مؤشرات انه ممكن يكون لهم دور؟ نعم يعني هناك ظروف سياسية بصراحة ينال ساهمت بطريقة او باخرى بذلك. دعني اقول لك في محافظة كمحافظة الخليل تحديدا هناك 150 منفذ باتجاه الاراضي المحتلة. جزء من هذه المنافذ يتم العبور من خلالها بشكل رسمي من خلال تصاريح حركة، وجزء آخر بشكل غير رسمي. محافظة الخليل لوحدها هناك 50,000 عامل يعملون في الداخل، جزء كبير منهم يعودون بشكل يومي إلى بيوتهم ومنازلهم. نحن نعلم أن دولة الاحتلال تعتبر من أكثر الدول التي ينتشر فيها الوباء في الشرق الأوسط، بالتالي الوباء حينما دخل إلى الأراضي الفلسطينية كانت هناك نسبة تصل إلى 75% من مصدر الوباء تأتينا من الداخل المحتل. بمعنى آخر هناك آلاف مؤلفة من العمال الذين طبعا يتوجهون إلى عملهم بشكل يومي، يعودون إلى بيوتهم ومنازلهم، هذا في الموجة الأولى، وحتى الثانية يحملون هذا الفيروس. أضف إلى ذلك أن أهالينا في الداخل المحتل أيضا يعتبرون أن الخليل تحديدا هي وجهة تجارية بالنسبة لهم، بمعنى من يريد التسوق بسبب غلاء الأسعار في إسرائيل يتوجه إلى محافظات الضفة الغربية، قد تكون الخليل من أبرز هذه المحافظات بسبب الفارق الكبير في السعر. هناك تداخل لا يمكن على الأقل فصله، لأن السلطة الفلسطينية اليوم تعيش حتى سياسيا ظروف استثنائية. واسمح لي هنا أن أذكر نقطة، حينما كنا في الموجة الأولى انتشرت أجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة في مختلف محافظات الوطن. في ذلك الوقت طبعا لم تكن السلطة قد اتخذت خطوة وقف التنسيق الأمني. في الموجة الثانية كيف شعرنا كفلسطينيين أن هناك انعكاس بهذه الخطوة؟ أولا من حيث القوة الأمنية التي تنتشر وتتواجد بالشوارع، اليوم يمكن أن نقول ينال بشكل أكثر وضوحا، علما أن هذه المعلومة يجري تغييبها على الدوام، أن أجهزة الأمن الفلسطينية تتحرك ضمن حدود ضيقة جدا، وهذا الأمر لا يوجد مستويات رسمية تصرح به، لكن من خلال الملاحظة من خلال المعلومات المتوفرة لدينا من مصادر داخلية في الأمن الفلسطيني فإن هناك إشكالية أمنية حقيقية. لم يعد بإمكان الأجهزة الأمنية لا بعدتها ولا عتادها ولا قدرتها أن تتوجه وتفرض السيطرة الأمنية الكاملة وحتى الجزئية. دليل على ذلك لدينا عدة أجهزة أمنية كجهاز الأمن الوقائي أو جهاز المخابرات أو حتى جهاز الشرطة، جهاز الأمن الوطني، كل هذه الأجهزة كانت تنتشر في المحافظات المختلفة تعمل على منع الدخول والخروج وتنصب حواجز أطلق عليها في حينها حواجز المحبة، وهذه الحواجز تفرض السيطرة الأمنية لتطويق هذا الفيروس. المختلف هذه المرة أنه يعلن عن إغلاق كامل، لكن هذا الإغلاق يتم فقط من خلال المواطنين ومدى التزامهم. بمعنى آخر هناك البعض توجه وفتح محله تجاري، النسب الطفيفة للتعامل القانوني مع غير الملتزمين تشير إلى شيء واحد لا ثاني له، هو أن هناك إشكالية حقيقية تواجهها الحكومة الفلسطينية رغم أنها لا تصرح بها. بالتالي اليوم أصبحنا بين فكي كماشة، الفك الأول وهو الفيروس الذي يفتك بنا بطريقة غير مسبوقة وغير متوقعة، والثاني أن الحكومة الفلسطينية ضعيفة بشقين، الأول أمني والثاني اقتصادي. فأذكر لك نقطة أيضا أثرت بشكل كبير، وهي مرتبطة بأن رواتب الموظفين متأخرة منذ طبعا أكثر من 25 إلى 27 يوما. آخر راتب تلقاه الموظفون قبل 60 يوم تقريبا. بمعنى آخر القطاع الخاص كما الأردن أعتقد تعرض لضربة قاسية في جائحة كورونا، خاصة أن فترة الإغلاق استمرت لثلاثة أشهر. تعافي القطاع الخاص كان مرتبط إلى حد كبير بالقطاع العام، نحن نتحدث عن قرابة مليار شيكل
كانت تضخ بالأسواق بشكل شهري، تضخ في جيوب الموظفين العموميين. لك أن تتخيل أن السلطة الفلسطينية حتى اليوم لم تصدر تصريحا صحفيا واحدا تقول فيه طبعا للموظفين العموميين الذين يصل عددهم إلى 120 ألف موظف أن هناك ما يلوح بالأفق لحل هذه الإشكالية. إسرائيل تستخدم خطوة لي الذراع مع السلطة الفلسطينية وتحتجز أموال المقاصة وهي أموال الضرائب الفلسطينية التي تجفيها إسرائيل نيابة عن بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الذي اعتبر كملحق اقتصادي للاتفاقية أوسلو. بالتالي ما يجري الآن أن إسرائيل تقول للسلطة إذا استمر وقف التنسيق الأمني وحتى المدني سنستمر باحتجاز أموال الضرائب. يعني هي مشاكل مركبة ولا شك أن الاحتلال جزء منها وربما السلطة. بس بدي موضوع الكورونا الوفيات بعموم فلسطين وبالخليل إذا بستحضرك الأرقام محمد، كم الوفيات غير ليس الإصابات؟ منذ بداية الأزمة الأولى 7 وفيات سجلت، آخرها مواطن من محافظة الخليل توفي هذا اليوم نتيجة جلطة. هذه الجلطة طبعا كانت نتيجة وجوده داخل طبعا مستشفى كوفيد 19. هو مصاب بالفيروس، لديه بعض الإشكاليات الصحية كالقلب والكلى وإلى آخره. البعض يحمل وزارة الصحة مسؤولية التأخر في تقديم العلاج اللازم لهذا طبعا الرجل السبعيني. الوزارة تقول أن البنية الصحية الخاصة بالقطاع الصحي الفلسطيني كانت يعني لديها مشكلة، كانت الترتيبات طبعا بخصوص هذا الرجل بحاجة إلى إجراء عملية قسطرة، لا يوجد أقسام لإجراء عمليات القسطرة صالحة فقط لاستخدام المصابين بفيروس كورونا. لذلك تم تأخر تقديم العلاج اللازم إلى أن توفى الله رحمه الله. بس 7 في الموجة الأولى حكينا حتى هذه اللحظة 7، يعني المريض الذي توفي يوم أمس كان يحمل رقم 7. يعني خلينا نحكي هذه حتى في الموجة الثانية يعني. لكن 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 يمال هناك نقطة مهمة، أن هناك قرابة 10 إصابات غير مستقرة. 10 إصابات. بس أنا بدي أتأكد من شغلة، الإصابات بالخليل حوالي 1100 لكن الوفيات 7. الوفيات أنا أتحدث هنا في محافظة الخليل 1173 إصابة، الوفيات في كل محافظات الوطن 7 وفيات فقط. ان شاء الله الرقم بيستقر عند 7 وفيات. لكن اخر اصابه او اخر حاله وفاه كانت في محافظه الخليل على وجه الخصوص، وهي لمواطن 70 يعني. رحمه الله عليه وعلى جميع يعني من فقدناهم في هذا الفيروس. شكرا جزيلا لك يا محمد، شكرا على كل هذه التفاصيل. نسال الله لكم السلامه في الخليل وفي كل اراضي الضفه وفي فلسطين وفي كل مكان ان شاء الله. شكرا جزيلا محمد الاطرش. في شغله يعني انا ممكن كل تعاطينا مع الكورونا، بس انا ما بدي اطرحها لانها مش علميه، يعني هي نظريه علميه بس راي مش يعني مجمع عليه وسمعتوه يعني عندنا، وانا يعني حقيقه مقتنع فيه انه الكورونا اعداد الوفيات اهم من الاصابات. الاصابات صارت تنتشر وصار في بروتوكولات معينه بحيث انه يعني كل مرض اي شيء كورونا والفحوصات في كثير علامات استفهام وحكينا عنها سابقا يعني مع اكثر من ضيف. يعني شوفوا موضوع مثلا في فلسطين نحكي عن الاف الاصابات لكن عدد الوفيات الحمد لله محدود وان شاء الله ما يتفاقم، وهذا الامر بينطبق على الاردن اقل من 10 وفيات في كل الازمه، وينطبق على بعض الدول اللي الحقيقه يعني كنسبه وتناسب عدد الوفيات. وان شاء الله انه حتى على الرغم انه في موجه ثانيه هذه اللي بلشت تضرب في بعض المناطق وينتشر فيها المرض بشكل كبير لكن الوفيات ليس فانا هذا الخطر. يعني لو نحكي عدد اصابات الانفلونزا العاديه ما بهمني كثير العدد قد ما هو قد كم واحد مات، لانه هذه الحالات الخطيره. ان شاء الله انه ما يكون في تفاقم في عدد حالات الوفيات من الكورونا لا في فلسطين ولا في الأردن ولا بأي مكان.